وللتطرق حول هذا الموضوع ينضم لي هنا في الاستوديو مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع. مرحبا بك عمر. اذا هناك تقارير اسرائيليه تتحدث وايضا سيكون الكشف غدا في صحيفه اسرائيل اليوم لربما عن سيناريو مرتقب فيما يتعلق بحرب ايرانيه اسرائيليه. ما هي السيناريوهات او ما هي التخوفات الاسرائيليه؟ اولا اعتقد ان وهذا نقراه بشكل يومي في الصحافه العبريه، اسرائيل تريد ان تستغل الوقت المتبقي لترامب في البيت الأبيض لكي تشدد الضربات على إيران في سوريا، وليس فقط التموضع الإيراني في سوريا وإنما أيضا البرنامج النووي الإيراني. إذا يعني إسرائيل تعلم أن إيران متخوفة جدا من أي عمل عسكري موجع يمكن لترامب أن يوجهه لإيران على غرار يعني اغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران قاسم سليماني. هي تعلم، إسرائيل تعلم أن إيران متخوفة من ترامب، وبشأن يعني بموجب ذلك فإنها تقوم ب يعني تجديد الضربات على إيران. وكما قلت هذا ينطبق على أولا اغتيال محسن فخر زاده في طهران، وأيضا الضربة التي شاهدناها يوم أمس أو قبل يومين والمنسوبة إلى إسرائيل، وتلك الضربة التي شنت في دير الزور. نعم، وبالأمس يعني سوريا أيضا اتهمت، مصادر سورية اتهمت إسرائيل أيضا بتوجيه تلك الضربات داخل سوريا. في المقابل أيضا هناك مصادر تتحدث عن تواجد كثيف إيراني في منطقة شرق سوريا، لربما قد تكون هناك ضربة إسرائيلية مرتقبة أو محتملة، ولذلك هناك تعزيزات أمنية في المنطقة. هل فعلا هذه التحديات أو هذه السيناريوهات باتت قريبة؟ بالفعل قريبة، هذا بحسب إسرائيل. كما قلت هي تريد أن تستغل الوقت المتبقي لترامب، وليس فقط داخليا أيضا. أنا أقول عن الوضع الداخلي الأمريكي، ترامب يواجه يعني امبيتشمنت وهي آلية العزل، عزل الرئيس، وبالتالي فإنه لا يحسب حسابا ذلك الحساب للسيناريوهات ضد إيران. وأريد أن أضيف إلى المحاولات أيضا يعني البيان الذي أدلى به والتصريحات التي أدلى بها بومبيو وزير الخارجية الأمريكي حول العلاقة ما بين المفترضة بين إيران وأيضا تنظيم القاعدة، وهي جميعها هذه التطورات الأخيرة تصب في خانة اللقاء الذي جمع رئيس الموساد يوسي كوهين ببومبيو في احدى المطاعم في الولايات المتحدة. ذكرت يوسي كوهين، يعني هناك ايضا انباء إسرائيلية تتحدث عن نية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين يوسي كوهين رئيس الموساد السابق او والتي سنتهي ولايته طبعا، بتعيينه مسؤول عن الملف الإيراني. الى اي مدى يرتبط ايضا ذلك بقضية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إلى مواجهة تلك التحديات؟ يوسي كوهين هذا ليس جديدا أنه خبير في الشأن الإيراني، وله عدة إنجازات بهذا الشأن بدءا من اغتيال فخر زاده وحتى سرقة الأرشيف النووي الإيراني وإحضاره إلى إسرائيل. وأريد أن أقول بالنسبة لشرق سوريا أن هناك جهات في المعارضة السورية تساند وتقدم معلومات لإسرائيل حول التحركات الإيرانية بحسب الإعلام العبري، هذا ورد في كان العبرية. وبالنسبة لسؤالك، إسرائيل نتنياهو يعني يرعرع وينمي يوسي كوهين الذي كان مستشاره للأمن القومي وهو الآن في الموساد، وأريد أن للمشاهدين أن يتذكروا هذا الاسم جيدا لأن نتنياهو يحضره لخلافته في رئاسة الوزراء سويا مع رون دريمر سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل اي 24 نيوز عمر ربيع على هذه المداخلة.